السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم على قناه مامون بيبي. تنقولوا اللي ما احترمش ناسو البراني ما يحترموش. وانا غنفسر لكم اخوتي خواتاتي هذا المعنى. هذه اسماء زروال بهدلات المغاربه مساكن فين ما كانوا في الداخل وفي الخارج، وتضحك عليهم المشي والماجي، تضحك عليهم هي وتضحك عليهم المشي والماجي. ولكن المغاربة اللي لهم الله، والله أقوى منك يا أسماء زروال. وصلت بك يا أسماء زروال الحقارة والتبهديلة، أنك الليسيات الليسي الثانويات ديال فرنسا اللي متواجدين فوق التراب المغربي، ولاو حاطين الدراري الكتب فيهم الخريطة للمغرب بلا الصحراء، ستضيخ الخريطة للمغرب وما فيهاش الصحراء. تيقولوا الدراري وراء هذوك الليسيات ديال الفرنسي النصارى اللي متواجدين على التراب المغربي، راه فيهم واحد العدد كبير، الحمد لله فيهم واحد العدد كبير ديال المغاربه اللي تيقراو، ديال ولاد المغاربه اللي مرفحين وغيصيفطوهم يقراو من بعد فرنسا ويعيشوا في فرنسا. وكاينين اللي تيكون الاب فرنسي الام مغربيه، او الام فرنسيه والاب مغربي، وبالتالي تيصيفطوهم يقراو في الثانويه ديال فرنسا متواجده في المغرب مقابل بعض الاثمنه اللي باهظه. ولكن هذوك الناس يكونوا عارفين بان ملي غادي ياخذوا الباك البكالوريا وليداتهم غيصيفطوهم لفرنسا. الوغ دابا اشنو تلقاو على ان واحد العدد كبير، انا تنقرا دابا هادشي اللي مكتوب في الصحافه المغربيه، واحد العدد كبير دايرين مانويل سكولير ديال الكتب المدرسيه فيهم خريطه المغرب من غير الصحراء فوق من الخريطه. هي هذيك اخوتي. الوغ اشنو دارت اسماء زروال؟ خافت منه، ما قدرتش تدخل المدارس بالسلطه ويجمعوا هذوك الشيء ويضربوهم بواحد الغرامه ماليه اللي تدوخ، لا تعرضت لهم بحال شي واحد خايف مخبي، تعرضت لهم في الديوانه وخداو لهم هذوك الكتب باش هذوك الكتب ما يدخلوش للمغرب. قولي اسماء زروال لعنه الله عليك ركبتي علينا الدل. قولي اسماء زروال تتعرفي الداعي غير مع المغاربه، تتعرفي الداعي غير مع المغاربه الاحرار اللي تيبغيو الملك ديالهم والوطن ديالهم وخوتهم وخواتاتهم المغاربه والمغربيات. ما تتعرفيش الداعي مع بحال هادوك، لا خلي هذوك الكتب يدخلوا، ومن يدخلوا خليهم يدخلوا، ومن يدخلوا يا الزنديقه تقب عليهم الصحافه والبوليس ويصوروا داكشي، ويجيو المحامين ديال المغرب ويدعوا ويترافعوا من اجل لا سوفرينتي ديال المغرب، لان المغرب دوله لها سياده ملكيه. عشتي ماشي تعرضي لهم في الشفار بحال الشفار في الباب وتاخدي الكتب وتسدي فمك، لا هادشي الا كنتي انتيا تدافعي بصح على هذا المغرب باكمله وتتشمل الصحراء التراب الوطني داخله في التراب الوطني كما تنعرفوا كلنا وكما قرونا مني كنا صغار، هادشي اللي قراونا. مني انتي تتامني بهادشي، ولو كان عندك
الشرف يا عديمة الشرف، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. ولو كان عندك الشرف، لو كان راه هاد المدارس هادو اللي دخلوا، تخليهم حتى يدخلوا الكتب. ما قلنا لكش تخلي الدراري يقراو في الكتاب بلا الصحراء، لا، خليهم حتى يدخلوا الكتب وهبطي عليهم اون ديسانت على المديرين ديال هذوك المدارس، وحسبوا لهم هذوك الكتوبه، وجيبوا الصحافه وقولوا لهم هادشي اللي تديروا ماشي معقول. ودابا المحامين ديال المغرب غادي يترافعوا من اجل هادشي، لانكم نتوما تديروا واحد العمل ديال لا ديزوريونطاسيون ديال الدراري. ديزوريونطاسيون هي واحد تيكون غادي في واحد الطريق اللي هي مقاده، وتيجي واحد وتيعوج ليه الطريق ديالو. هما تيعرفوا في ديورهم على ان الصحراء مغربيه، يمشيو للمدرسه يلقاو هذاك المسؤولين ديال هذيك المدرسه تيقول لهم شكل اخر. هذه تتسمى لا ديزوريونطاسيون، لا ديزانفورماسيون، دو لانتوكسيكاسيون. واحد اللي ما تيعطيش المعلومه كما هي، اللي تيعوج المعلومه، تيعوجها ماشي تعرض اليهم بحال الفار في باب الدرب وتاخدي الكتوبه وتسكتي. لا، هادشي ما تيتسكتش عليه. الا كنتي فعلا تتبغي بلادك، ولكن انت اسماء زروال انت ما تتبغيش بلادك، انت تتبغي غير مصلحتك الشخصيه، عشتي ولا ما قدرتيش عليهم، وهادو دابا غير المدارس خفتي منهم. يوم يجي رئيس ديال الدولة دي فرنسا، اش غديري؟ غتبقاي تبولي تحت منك بالخلعة؟ هادي غير المدارس، هادو غير دي مانويل سكولير، دخلوا صافي. وتصوري لو كان بحال هاد الفعلة هادي يديروها للجزائر، وتشوفي الجزائر اش غادي يديروا. لو كان راه دخلوا داروا فيهم كره، داروا فيهم اليدين والرجلين. لو كان راه جمعوا المحامين ديال العالم كلهم وخلصوهم وترافعوا معاهم. لو كان هاد الفعله يديروها للجزائري، ولكن انتيا لا، انتيا رديتينا حنا حويط قصير. راه عندنا الرجال في المغرب اللي محاميين ومجهدين، وتيمشيو تيترافعوا في دول عظمى اللي يقدروا يترافعوا في هذه القضيه، ولكن لا، بدلتيهم، دايره لهم، دايرهم انتيا حيط قصير، اللي جاي يطلع فوق كتافهم ينقز. لعنه الله عليك يا اسماء زروال. لو كان عندك الشرف، ولو كان كنت انسانه شريفه تحبين، اسمحوا لي، الحمد لله، تحبين المغرب وتحبين الملك وتحبين الشعب ديال المغرب، لو كان راه درتي ليهم سوق على هاد الكتوبه هادو اللي حيدوا منهم الصحراء ومدخلينهم لنا المغرب، ويقراو فيهم ولادنا، ويقريو لولادنا، يقولوا لهم راه الصحراء ماشي في الخريطه، وسكتي. حادقه انتيا، غير انتيا حادقه تخسري الملايير غير باش تصيفطي اللي يدير لي بوس الكترونيك، الشريحات الالكترونيه للمغاربه في الخارج وفي الداخل. هادشي فاش حادقه، اما باش تدافعي على الصحراء ديال المغرب، لا. ومن هنا تباني بانك خائنه يا اسماء زروال، يا بنت الشوش، الشوش الشويش بوشعيب زروال، انتي خائنه، انتي خائنه، خائنة للمغرب ملكا وشعبا. انتي خائنة لدولة المغرب، انتي تتخوني المغرب كل نهار، تتخوني الملك ديال المغرب، وتتخوني الشعب ديال المغرب بهذا الفساد هذا اللي تتنشرينا في المغرب. ايوا واش غنقول لكم اخوتي اخواتاتي، اسماء زروال اللي تتحكم البلاد ما بغاتش تدافع على الوحدة الترابية للبلاد. هذاك علاش الصحراء دالعه. خلي المستشارين يتكلفوا بهذا الشيء، خلي المستشارين الزنديقه يتكلفوا بهذا الشيء.
خذي انت الاتساع، انت سيري سيري انت سيري الاوتيل حسن عيني، راه الخليجي راه يجي، والخليجي الاخر والاخر والاخر، باش تحي لهم عريانه فوق من الطبله، عريانه والو ما كنتي تتلبسي قدام بالمهدي وصحابو، عريانه انت ماشي حتى كاسي عاريه، انت عريانه عاريه، انت يا عاريه 100%. سيري سيري اسما زروال، سيري سيري سيري، راه راجلك هذاك البوليسي اللي خدام في القصر، راه راجلك يوقف لك في الباب باش ياخذ الفلوس من عند الخليجي، وانت يا دخلي شطحي له فوق الطبله ويرمي عليك الفلوس، راجلك ياخذ شويه وانت يرمي عليك شويه، ومن بعد جمعي داك الشيء ديريه في صاكك وخرجيه لراجلك، باش راجلك يكون فرحان بك، راجلك اللي تبيع فيك ويشري. لعنة الله عليك، واش وحده بحالك انت هي تصلح تحكم البلاد؟ ديرا من علامات الساعه يا الزنديقه، يوم تسند الامور لغير الامور لغير اهلها، فانتظروا الساعه، حنا تنتظروا الساعه، منين انت اللي تتحكمي البلاد؟ لعنة الله عليك. وسيري سيري سيري، شوفي شنو ديري مع هذوك اللي دخلوا الكتوبه بلا الخريطه ديال الصحراء، سيري شوفي سيري شوفي اش ديري معاهم، ولا ما قادراش تديري عليهم محامي؟ خفتي من فرنسا؟ خفتي من فرنسا انت لهالدرجه؟ ايش غنقول لك، لو كان خليتي الرجال يحكموا، لو كان راه ما يكونش من هادشي، ولكن الزنديقه العاهره اش غادي دير؟ غادي غتبهدلنا، حيت انت مبهدله اصلا. خوتي لايكيو هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.